من رام الله تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، أهلا بك. إذن يبدو أنه يوم دام في الأراضي المحتلة. دعينا أولا في السياق الذي على إثر استشهد الشاب الفلسطيني الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل استشهاده. أهلا بكم. إذن استشهاد الشاب من قرية عرورة، هو ابن قرية عرورة عبد الجواد حمدان، والذي استشهد على أرض قرية أم صفا وهي قريبة من قرية عرورة. هذا ما أكدته وزارة الصحة اللي شهدت انتظم منذ ساعات الظهيرة تواجد مكثف للاحتلال بالتزامن مع صلاة الجمعة التي أداها أهل القرية في ساحة المجلس، وذلك كان تمهيدا لانطلاق المسيرة الاحتجاجية على إقامة بؤرة إفريقانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة. تواجد عدد من المستوطنين وأيضا بحماية جنود الاحتلال، حيث قام المستوطنين بالاعتداء على المواطنين القرية برشهم بالحجارة وضربهم بالعصي بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة مواطن برصاص المعدن مغلف بالمطاط في يده. وهذا أيضا يعني نهيك عن استشهاد الشاب عبد الجواد حمدان الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 201 من الشهداء. ومنذ بداية الصباح يعني كان هناك أيضا شهيدان في مدينة نابلس سيئوا إلى متواهم الأخير في ساعات الظهيرة عند صلاة الجمعة، والآن نتحدث عن شهيد ثالث في قرية أم صفا. شرق قلقلية أيضا في الضفة الغربية ولاء، نعم. شهد أيضا أحداثا اليوم بين جيش الاحتلال وبين فلسطينيين في مسيرة. نعم، في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية من الشرق في مدينة قلقلية أصيب 5 مواطنين على إثر هذه المسيرة الأسبوعية التي يعني كل أسبوع يكون هناك مسيرة لكفر قدوم، إذ قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل لدموع صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت منددة بإغلاق المدخل الرئيسي لبلدة كفر قدوم، وأيضا يعني قد طالبت ونددت بالجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، من أدى إلى إصابة 5 مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات من الاختناق عولجوا ميدانيا. نتحدث أيضا عن إصابة وصلت إلى مستشفيات الخليل، وبالتحديد خلال المواجهات التي اندلعت في بيت أمر شمال الخليل، إذ قام المستوطنين بالاعتداء على المواطنين هناك، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص مستوطن وصفت إصابته بالمتوسطة. هذه يعني المواجهات التي اندلعت في المكان بسبب قوات الاحتلال وأيضا المستوطنين الذين اعتدوا على المواطنين في بلدة بيت أمر. الإصابة لهذا الشاب هي رصاصة اخترقت كتف المصاب ووصلت إلى الرئتين وأحدثت نزيفا داخليا، وصل ويعني تم نقله عفوا إلى مستشفى الميزان في مدينة الخليل، فيما أصيب عدد من المواطنين أيضا بالاختناق خلال استنشاق الغاز المسيل للدموع في بلدة بيت أمر. بالنظر إلى تطورات اليوم ولا في أعقاب العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل في مخيم جنين، ما الذي يمكن أن نلحظه من تغير طرأ على الشارع الفلسطيني من جهة أو سلوك قوات الاحتلال من جهة أخرى؟ يعني في الواقع لم يتغير شيء على الفلسطينيين من الانتهاكات وأيضا الاعتقالات وارتقاء الشهداء منذ يعني بداية هذا العام ولغاية هذه اللحظة. نتحدث عن أكثر من 200 شهيد ارتقوا في الأراضي الفلسطينية وبتحديد في الضفة الغربية وقطاع غزة وأيضا القدس في الداخل المحتل. عندما نتحدث عن ما الذي اختلف، هناك اعتداء واضح على الفلسطينيين، إن لم يصيبوا بالرصاص المغلف بالمطاط يكون هناك استشهاد. والجدير بالذكر أن هذا العدوان الذي أسفر عن استشهاد 200 من الشهداء وأكثر من 200، نتحدث عن
العنف الكبير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، إذ تقوم يعني بين الحين والآخر بالاعتداءات الكبيرة جدا، والتي يعني ممكن أن تستخدم الرصاص المحرم دوليا والمتفجر خلال اعتداءها على الفلسطينيين. وأيضا نتحدث عن اعتداءات المستوطنين المتكررة وبحماية جيش الاحتلال يقوم بها المستوطنين بين الحين والآخر. شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين.